في المشاركة. إذن يبدأ السباق من داخل الماء، استعداد لبدء انطلاق السباق، سباق 200 متر ظاهر للرجال. استعداد، خذ مكانك، استعد ثم الجو. ينطلق السباق، هناك أركادي فيتاشني السباح الروسي صاحب رقم العالم ورقم كأس العالم بدقيقة 46 ثانية 11 من ثانية، سجل في برلين في 2009. طبعا على مستوى 200 متر الظهر كما قلنا 33 مشاركة في التصفيات، أربع تصفيات، تصفية أولى والثانية والثالثة والرابعة. مايكل فيلبس السباح الموجود معنا كان مركز الرابع في التصفيات بدقيقة 55.62. من سيكون صاحب المركز الأول على مستوى 200 متر ظاهر للرجال؟ المنافسة الكبيرة بين السباحين المشاركين المتواجدين والأداء المؤثر القوي والرائع، وأول 100 متر من هذا السباق مايكل فيلبس مركز أول. ويلدبور السباح الإسباني الثاني أشوين ويلدبور، نتواصل مع هذا المستوى الكبير على مستوى 200 متر ظاهر للرجال، والتميز الواضح ما بين السباحين المشاركين معنا. 150 متر بقي هناك، مايكل فيلبس ما زال المركز الأول. كواكي السباح البولندي في المركز الثاني، تغيرت الصورة لكن مايكل فيلبس ما زال في صدارة السباق 200 متر ظاهر للرجال. من سيكون صاحب المركز الأول في خلاصة هذا السباق؟ المنافسة الكبيرة والأداء المتميز والمستوى الرائع، ومايكل فيلبس نعم مركز أول. مايكل فيلبس يا سلام، دقيقة 50.34 لسباح قوي بحجم مايكل فيلبس من الولايات المتحدة الأمريكية.